تعرف على طريقة كيفية حل مشكل توقف تطبيق تيليجرام بشكل كامل؟ نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعد سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، من ثم سوف نقوم بالبحث هنا عن تطبيق تيليجرام، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق تيليجرام سوف يظهر على هذا الشكل. وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم تيليجرام. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.